السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سمعوا معايا مزيان، أي واحد عنده ظروف صعبة صحية نفسية مالية وضعية مزرية، غنفتحوا الأبواب. كيف نفتح الأبواب؟ عندنا المفتاح. ما هو المفتاح؟ هو كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي مفتاح باب الجنة، وهي مفتاح أبواب الفرج، وهي سر الوجود. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو في عرفات يوم الحج الأكبر، يطوف حول الحجيج ويقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإحنا إن شاء الله تعالى كنطلب منكم جميعا أيها الأحباب، اللي عنده مرض ديال المس، واللي عنده مرض ديال 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 العين، واللي عنده مرض ديال الحسد، واللي عنده سحر، واللي عنده عكوسات وعنده موانع، حنا هذه الليلة ديال الجمعة، حنا يوم الخميس وهذا وقت متأخر من الليل، وحنا كنا عندنا أمل في الله، سنتوسل إلى الله بكلامه والأذكار التي علمنا إياها، ونطلب منه سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا العنت وهذه الشدة. كنطلب من كل واحد منكم إذا كان ياخذ واحد القراعة ديال الماء أو كاس ديال الماء أو بوديزة ديال الماء أو سطل ديال الماء، إناء يدير فيه الماء، ونقوم واحد الرقية مباركة، وذاك الماء يشرب منه ويغسل به وجهه الصدر دياله أو يرش به على الأماكن ديال البيت دياله، راه إن شاء الله تعالى يا ما وجدنا أناس عندهم أمراض خطيرة جدا وطالت زمانها، ولكن لما نقرأ القرآن ونتوسل إلى الله بالأذكار الربانية وكنستعمل الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي وكيكون اليقين سبحانك ما أعظم شانك ربي كينزل الرحمة وكيفتح الأبواب المغلقة. فنبقى مع هذا الفاصل مع كلمة لا إله إلا الله، ثم نعود لنبدأ في هذه الرقية المباركة في هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك أهلا. السلام عليكم. حياك الله بخير. كيف ديال لاباس عليك؟ بخير. الله يطول عمرك يا سامر. قلت لي عني قريبه بشكيه. الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك ويرعاك. دايما كنعيطك ولا كلمه كنشوفش. معذره بنتي، معذره، الله يطول عمرك. لا فتح لي قلبي السهم يا عمري باب المس. لا اله الا الله. حسيت بالخير راسي فيني البكا، راسي ولكن الحمد لله كنت لابس ولكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يشفي فيك. أنا عارف الله يعطيك فرصة إن اليوم ما كنا واحد في شهر من الأيامات كل مسكينة ما بقت صبرة تعيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسول الله دائما كنتصل سامي كيشد لي الخط ولكن الحمد لله أنا مرضية لجدي اليوم. الله يحفظك يا بنتي ورعاك. يا ربي آمين. الله يخليك لينا عني قريبا، الله يسافر عليك. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك وينجيك يا بنتي، الله يحفظك يا بنتي هند، وإن شاء الله تعالى ربي يحفظك ويرحمك. قولي يا بنتي هند باش تشعري، باش تشعري بالصحة ديالك. أكيد. هند ربما انقطع الخط. هند ربما كتعاني من المس، وإن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى يشافيك ويعافيك يا هند. وإكراما لهند وإكراما للمرضى اللي عندهم المس، حنا إن شاء الله تعالى نديروا واحد الرقية، رقية جماعية لكل من يعاني من المس، ولكل من يعاني من العين، لمن يعاني من الحسد، ولكل من يعاني من الأمراض والأسقام، وحتى من وباء كورونا. أيها الأحباب الكرام، أدعوكم جميعا ناخذ واحد الفاصل، وأتمنى أن يكون هذا الفاصل في كلمة لا إله إلا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.